شراب الشهاده. نروحوا للغراق معليش مفيده. نروحوا للغراق يلا. مساء الخير. مساء النور مفيده. في الحديث على صالح ابنك اتهموك بالعقم وقالوا انه صالح ماهوش ابنك وانما تبنيته. هذه اذا 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 عندك اعتراض على السؤال تقدري تقول. لا لا ما عنديش، ما يهمني بس لحد الان يلقوني برا يقولوا لي مسكين ولا فضحتيه. تسمى هذاك مشهد تمثيلي يا غراقة. عطاك الصحة انت ماكش غراقة هنا كي صوفيتي لانه لازم كاين الناس بزاف لازم تفهم هذه النقطة. كاين الناس ميم قريبة ليا وشكت عادي يقولوا لهم لا والله ولدها. واحد يقول لهم لا قالتها. هو مشهد تمثيلي يا بلا مشهد تديع على العقم والتبني في برنامج كنت نفوت فيه هنايا في قناة حبس الدر القناة. درنا هذاك مشهد على الحصة على الموضوع تاع الحصة. درت المشهد هذاك تلمو هذاك المشهد دار رواج كبير ودرجة التمثيل كانت مقنعة. الناس بزاف خاصة شوية الكبار ولاو قصوه وقال لك بلي مش ولدها. الدرجة انه كاين اللي يبعثوا لي حتى في الواحد يقولوا لي ورينا الكارنيت فامي ورينا زعما باش يتاكدوا. كي نقول لهم يا ولدي هو يضحك هو تقبلها بضحك تسمى باينه. قال لي والله بزاف اللي يحكموني برا يقولوا لي معليش مالقري يعني قالت بالصحه يا ربيتك ربي يحفظك. هذه هي الحقيقه. هو مشهد تمثيلي يكون يركزوا معاه مليح يلقوه باللي مشهد تمثيلي. صالح ابني وابن عنده باباه دخان مراد الله يبارك راجل ابني هذا وابني الوحيد يعني اللي خرج بمدينة لاني طلقت صغيره تما ما جبتش يعني الحمد لله عنده باباه وعنده ما عاودش الزواج ما عاودش. عشت لولدي.